أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي الحرة تتحرى. تقريرنا الاستقصائي لهذا الأسبوع يأتي تحت عنوان نساء تحت راية داعش. 5000 امرأة هو مجموع النساء اللواتي جئن بمحض إرادتهن للالتحاق بتنظيم الدولة من مختلف أنحاء العالم. هذا ما كشف عنه تقرير صادر هذا العام عن المركز الدولي لدراسة التطرف التابع لجامعة كينغز كوليدج بلندن. أضاف التقرير أن 4% فقط من هذا العدد عدن أدراجهن بعدما تبخر حلم الخلافة المزعومة في العراق وسوريا. ظروف معيشة المرأة لسنوات تحت راية داعش منذ النشأة وحتى الانهيار نتابعها في هذا التقرير. بدأ الأمر من مصر، من أحد المساجد في محافظة المنوفية شمال القاهرة، خطبة لمحمد سعيد رسلان أحد رموز التيار السلفي. كان ذلك في الجمعة العاشرة التي أعقبت الإطاحة بنظام الإخوان صيف العام 2013. حينها نطق رسلان من أعلى المنبر بهذه العبارات مستهلا خطبته المعنونة بصور الجهاد عند الإخوان. عندهم رغبة في الجهاد ولو كان جهاد النكاح، أهو جهاد والسلام. ألقى رسلان بالكلمتين السحريتين جهاد ونكاح ليلتقطهما الإعلام المقرب من النظام السوري، بدءا بقناة الجديد اللبنانية ووصولا إلى الميادين وقنوات إيران. ونقول لي هلأ بدك تشارك بجهاد النكاح، قلت له كيف يعني؟ أنا بعرف شو جهاد النكاح، أول مرة بحياتي بسمعها. أصدر عدد من المشايخ فتاوى تحت عنوان جهاد المناكحة. ثروة الفتاوى في تونس، فتمثلت بإباحة ما أطلق عليها جهاد النكاح في سوريا. بعد ذلك جرى تسويق المصطلح عبر تغريدة نسبت لشيخ سعودي هو محمد العريفي، أفتى فيها بجواز جهاد النكاح على الأرض السورية. بسبب هذه الماكينة الإعلامية شاع التعبير جهاد النكاح وانتشر كالنار في الهشيم دون ما تأكد حتى من صحة الفتوى. وما عرف إعلاميا بجهاد النكاح من أن المرأة تهب نفسها لي بين عارضتين المجاهدين، وأنه يمكن لعدد من المجاهدين أن يتناوبوا وأن يستمتعوا بتلك المرأة، هذه الصورة لا أعرف لها سابقا ولا مثيلا في التاريخ الإسلامي. بحلول العام 2014 ومع تمدد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، تمددت أيضا عبارة جهاد النكاح ووصلت إلى أروقة البرلمان في تونس، البلد الذي شهد إلى جانب دول مغاربية وأوروبية أخرى أكبر موجة التحاق من نسائها بالتنظيمات المتشددة في العراق وسوريا. لبنان سامحوني في الوقاحة، يغفروا لذلك، يتداول عليهم 20 و30 و100 ويرجعون يحمل ثمرة ذلك الاتصالات الجنسية، واحنا باسم جهاد النكاح واحنا ساكتين مكتوفي الأيدي. في داخل منظومة الفقه الإسلامي لم أعرف يوما ولم أجد يوما شيء يسمى جهاد النكاح. جهاد النكاح أراه مصطلحا إعلاميا جديدا غير مرتبط بأي سياق فقهي لا وجود له في المنظومة الفقهية. أنا ما متفقش مع المسألة مثلا جهاد النكاح، ولكن كتبقى كل واحد كل مرة ولحسب الفكر دياله وكل واحد المنظور دياله وكل واحد الهدف دياله. ما كاينش عندنا شي حالات اللي احنا رصدناها من خلال الأبحاث ديالنا لمغربيات التحقنا بأر توتر من أجل ما يسمى بجهاد النكاح. بإذن الله بإذن الله. رغم الانقسام وعدم التأكد من حقيقة وجود جهاد النكاح على الأرض أو حتى مدى شرعيته الفقهية، إلا أن سيطرة الهاجس الجنسي على سلوك مقاتلي تنظيم الدولة يظل ملحوظا وطاغيا. في الأدبيات الجهادية والأدبيات القتالية حين يريد أن يخرج إلى المقاتل لكي يقوم بعملية انتحارية يقام له احتفال، هذا الاحتفال يسمونه بالزفة،
ويتحدثون عن زف العريس، يعني أن الأمر دائما يتعلق بالجنس. وجدت بعض حوارات المقاتلين والإرهابيين فيما بينهم دائما الحديث عن الحور، دائما الحديث عن ذلك الرجل الذي قتل فرأى الحور قبل أن يموت وقال وفزت ورب الكعبة. كواعب صدرها يبدو إذا راحت إذا تغدو. إذن الحديث عن الجنس دائما طاغي، لأنه فعلا يشكل أكبر إغراء للشباب المتواجد من المجتمعات الإسلامية التي تعاني من فقر وكبت وحرمان شديدين. اعتمد تنظيم داعش على رصيد كبير من النصوص الفقهية التي أطرت موضوع الجنس والمرأة، ووظفها لإثارة غرائز الجهاد عند الشباب ولجذبهم للالتحاق بصفوفه. تحسن الأوضاع المادية، الآن ذلك الشاب لا يشتهي الرمان ولا يذهب لأن يقاتل من أجل جنات من نخيل وأعناب ورمان، لأن العنب متوفر والرمان متوفر، ولكن ما هي الحاجة التي يجد بها جوعا وفقرا؟ هي حاجته إلى الجنس. أصدر التنظيم دليلا فقهيا تحت عنوان سؤال وجواب في السبي والرقاب، يوضح الإصدار طرق التعامل مع النساء سواء كانوا حرائر أو سبايا، وأفرد صفحات كاملة لتوضيح مفهوم ملك اليمين، المصطلح الذي اكتوت بلهيبه نساء الأقليات العرقية والدينية في كل من العراق وسوريا. حاولت هي في هذه المنشورات أن تؤصل فعلا لما تقوم به من جرائم بناء على ما وجد داخل هذه المنظومة الفقهية مما كان مرتبطا بزمانه وسياقه وتاريخه. داعش شرعنت واحد المجموعة ديال السلوكات اللي في الحقيقة يعني تخالف الضوابط الشرعية. شكلت المرأة التي أنزلها داعش منازل دنيا مجرد أداة لتحصين الرجل من الخطيئة وآلة لتكثير سواد الخلافة الموعودة، الأمر الذي وقفت عنده طويلا المواطنة البلجيكية لورا باسوني في كتابها في قلب داعش مع ابني. Nous on est là juste pour procréer pour qu'ils ont une descendance. Donc eux c'est pourquoi les femmes parce qu'on fait des enfants. Et des futurs, surtout que pour les garçons, des futurs lionceaux du califat, comme ils disent, pour qu'ils ont une descendance pour aller combattre. Maraque mout la rage l'oulani, ou qui touffe le matin et tani, ou qu'attard, tu joues, je veux te dire, et là, je l'ai annoncé dans le cas de camarade, et faire ça, les miha, ça, les combiha, خصوصي اللي كانوا عنده وليدات خصو اللي يخدم عليهم، فهذه كثر انها تزوج اكثر من مره باش بحال نقولوا تقدر تحصل نفسها. علاوة على الجنس والتناسل، قارب داعش مؤخرا موضوع المرأة من زاوية جديدة اسماها التمكين. الله ربي الله ربي. فبعدما بدأت أركان دولة الخلافة المزعومة في التهاوي، كان لابد من الدفع بالمرأة إلى خط الدفاع الأول وحثها على النفير وحمل السلاح. كانت واحد الأخت سورية كانت مرة كبيرة ماشي صغيرة، وكانت كتعملها فحال الشي، ما كانت كتقرينا كانت منا تكون ديال القراءة مهم، كانت كتقرينا القرآن وقواعد تجويد القرآن الكريم، شي ما كتخلينا شي فهمتي جالسين ولا معصبين ولا شي حاجة، كتخلينا تتلهوا في شي حاجة اللي كترجع لينا بالنفع. للجنس وللتمكين جند داعش نحو 5000 امرأة للعيش تحت رايته، واليوم ومع اقتراب تنظيم الدولة من النهاية تطفو على السطح قضية جديدة، أشبال الخلافة، الأطفال الذين ولدوا تحت راية التنظيم وتعلموا من المهد أصول النحر والتفجير والقتل. تلك قصة أخرى سنتحرى عنها قريبا. أنا هلا صرت يعني أم لولدين، يعني ما عندهم أب، يعني هيك يعني هيك لسه عم فكر اني كثير شغلات اني شو رح اسوي بحياتي لسه. يعني كمان لما اشوف بوشهم يعني
يعني جد يعني بيزعلوني كتير يعني. كان هذا هو تقريرنا في حلقة اليوم ونهاية الجزء الأول من هذه الحلقة. بعد الفاصل سنفتح ملف الحوار مع ضيوفنا، فأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا.